مزيد من التحليل أن يكون معي ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية. برحب بحضرتك أستاذ أشرف. أهلا بحضرتك فندم. أستاذ أشرف، المشهد الذي نحن بصدده الآن، تصعيد مستمر من الإسرائيليين وممارسات لإبادة وعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة بشكل خاص. أيضا المواقف المصرية سواء الرسمية أو الشعبية واضحة في دعم القضية الفلسطينية، كيف تقيم المشهد الآن؟ أعتقد أن المشهد الآن شديد المأساوية، ولكن هنالك ردود فعل مصرية في المقام الأول في منتهى القوة من وجهة نظري. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى المظاهرات التي انطلقت في كل ربوع الجمهورية وفي كل محافظات الجمهورية بطولها وعرضها وشرقها وغربها، خلف رؤية مصرية واضحة ومبادئ مصرية واضحة تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا وأم القضايا في المنطقة العربية، وتبحث بشكل جاد وحقيقي وفاعل من خلال أطر سياسية وأطر سلمية عن خروج آمن للمنطقة كافة من هذا المأزق الشديد الذي وضعتنا فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا منطقة أو جزء من المشهد. أيضا عندما يذهب أنطونيو غوتريش على الحدود مع قطاع غزة عند معبر رفح ويوجه رسالة إنسانية شديدة الدلالة بأن تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي باللجوء إلى هدنة إنسانية من أجل وقف إطلاق للنار إنساني من أجل إدخال المساعدات، فهذه مسألة أيضا تدل على فعالية الدور المصري وأنه يدفع في الاتجاه الصحيح نحو التهدئة ومن ثم الجلوس مرة أخرى إلى طاولة سلام طال البعد عنها على مدار سنوات وسنوات، وأخذت القضية الفلسطينية ركنا ركينا بعيدا عن مدار الأضواء وبعيدا عن الاهتمام سواء الإقليمي أو دولي. نعم. أيضا الجزء الثالث من المشهد والأكثر أهمية، عندما ننظر إلى النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر وحتى الآن، على مستوى الاتصالات الهاتفية، على مستوى لقاءات القمة، على مستوى الدعوة لإقامة مؤتمر سلام في القاهرة، كل هذه المشاهد أيضا التأكيد الحازم والقاطع الذي لا يدع أي مجال للشك أو أي مجال للمؤامرات أو أي مجال لمحاولات من هنا أو هناك مهما كانت الضغوط سواء من الخارج الموالي للغرب أو حتى على الجانب الآخر من النار بالنسبة لجماعات وقوى أخرى مختلفة لا نستطيع تسميتها بالتحديد. ولكن أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع النقاط على حروف فيما يتعلق بمسألة التهجير، وهي الرفض القاطع والجامع من جانب الدولة المصرية لمثل هذه الحلول، ليس فقط دفاعا عن الأمن القومي المصري ولكن أيضا حتى لا تتعرض القضية الفلسطينية برمتها إلى تصفية نهائية لا تقبل معها أي وجود خلال الفترة. وكان في شفافية للطرح الحقيقة والتوضيح على مسمع من الجميع في مؤتمر صحفي مع مستشار الألماني أولاف شولتز. صحيح، نقطة مهمة جدا يجب أن تكون واضحة للعيان. بينما يأتي بايدن إلى إسرائيل ثم يذهب ويذهب هناك إلى هناك ثم يأتي إلى القاهرة، وكل القوى الدولية والقوى الفاعلة تتكلم بشكل أشبه ما يكون إلى اللوغاريتمات فيما يتعلق بأفق الحل السياسي، كانت الدولة المصرية هي الأوضح في عباراتها، هي الأوضح في مواقفها، هي الأوضح أيضا على مستوى التعامل مع الأزمة. هي حددت أولوياتها بشكل دقيق للغاية، تحدثت في البداية عن لابد من إدخال المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة، طرقت الحديد وهو ساخن فيما يتعلق بالدعوة إلى الجلوس مرة أخرى على طاولة السلام، لأن السلام من وجهة النظر المصرية وهي صحيحة 100% أن هذه القضية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الوصول إلى نهايتها أو الحل لها من خلال الحروب المتبادلة هنا وهناك، ولكن على بشكل راجح وبشكل
بشكل نهائي لن يكون لحل هذه القضية إلا بالجلوس لطاولة السلام. وطاولة السلام لطالما رفضت الدولة الإسرائيلية وكان الاحتلال الإسرائيلي الجلوس إليها، واعتقدت على مدار الأشهر الماضية أنها يمكن بتطبيع هنا أو تطبيع هناك، أو عندما تذهب الاهتمام الإقليمي والعربي إلى قضايا في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن أو غيرها، أن القضية الفلسطينية التي هي أم القضايا قد طمست إلى ما لا نهاية. نعم. إذن الحلول يجب أن تكون جماعية وليست بشكل ثنائي أو منفرد. صحيح، وهنا أشير أيضا إلى مرة أخرى، أعود إلى موقف الدولة المصرية أنها دعت منذ بداية الأزمة ومنذ بداية اندلاع الأزمة إلى كافة الدول الفاعلة للتحرك وتحمل مسؤوليتها، وهذه دعوة أعتقد مخلصة ودعوة قوية للغاية. إذا ما قامت الدول الغربية بالكامل بفعل ما يجب أن تفعله وتضغط على إسرائيل وأن تجلس مرة أخرى على طاولة المفاوضات بحثا عن حل سياسي لهذه الأزمات المتكررة والمتفجرة بين الجانبين، فإن هذه الرؤية أعتقد أنها هي الوحيدة القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهي الوحيدة التي تكون بمثابة طوق نجاة للخروج من هذه الأزمة. نعم، لكن القيود تشابكت وربما تعقدت إلى حد كبير. قمة القاهرة للسلام في الغد إلى ماذا ستفضي برأيك؟ أعتقد قمة السلام ستتحرك على العديد من المحاور. المحور الأول هو محور إنساني في المقام الأول، محور إنساني يدعو إلى إدخال المواد الإغاثية إلى أهالينا من قطاع غزة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين، يدعو إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات السياسية، تحميل كل طرف مسؤوليته سواء الطرف الإسرائيلي أو الأطراف الأخرى المتداخلة في هذه الأزمة. أيضا دعوة كافة القوى الفاعلة لأن يكون لها دورا رئيسيا وحيويا في التعامل مع هذه الأزمة، وعدم تركها من جديد إلى طي النسيان بأن يتم تغليب هذه القضية أو تلك على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كما ذكرت الدولة المصرية على لسان قيادتها السياسية هي قضية القضايا الآن وفي كل الأوقات، ولن تحل كل قضايا المنطقة إلا بحل هذه القضية الفلسطينية ووضع حل نهائي لها من خلال إقامة دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطينية إلى جوارها وحدودها. نعم. حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ماذا عن محاسبة الجانب الإسرائيلي فيما اقترفه من ممارسات بحق المدنيين، النساء، الأطفال وجرائم الحرب على الأرض؟ مع الأسف الشديد منذ قليل كنت أستمع لتلك التطورات والمناقشات التي أجريتها مع ضيفك الكريم. بالأمس كانت هنالك غارة إسرائيلية على إحدى كنائس الروم الأرثوذكس أو في محيط الكنيسة وقع على إصابة العديد من الضحايا. بأمس الأول كان هنالك الهجوم الدموي والمجزرة الكبيرة التي حدثت في مستشفى المعمداني. ومع الأسف الشديد القوى الأمريكية الغاشمة التي القوى الأمريكية الداعمة لهذه القوى الغاشمة لدولة الاحتلال الصهيوني لطالما لجأت إلى اختلاق المبررات لما تقوم بفعله، بل وأنها أنكرت على الحقائق الكاملة والدامغة فيما يتعلق بهذا الحادث الأليم، وألقت بالمسؤولية ربما على الطرف الآخر دون حتى أن تسميه. مع الأسف الشديد هذه المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تعرضها لهجمات 7 أكتوبر وحتى الآن هي مجازر لا يمكن أن تندرج إلا تحت إطار جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، ولابد من التعامل معها بشكل كبير من الوحدة العربية ومحاولة كشف هذه المسائل أمام الرأي العام العالمي حتى نمثل بشكل حقيقي قوة ضغط على دولة إسرائيل وإلزامها بضبط النفس وإلزامها بالسماح بالدخول بالمساعدات الإنسانية وإلزامها مرة أخرى بالجلوس إلى مائدة المفاوضات، خاصة أن حكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفا على مدار تاريخ الحكومات الإسرائيلية. ومع ذلك الآن وليس قبل أي وقت مضى وحتى خلال الفترات المقبلة نحن في عز هذه الأزمة وفي عز الدموية الجارية وفي عز السواد الذي تمر به المنطقة، نحن أمام ضوء كبير ربما من وجهة نظري في نهاية النفق علينا أن نستغله بقوة والضغط. نعم. على إسرائيل من أجل جعلها مرة أخرى تعود إلى مائدة المفاوضة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية.